الحاج قال لك ايه؟ هو قال لي انه هيفكر، بس انا واثق انه هيوافق. الحق لله، انت لعبتها صح يا جناب. انا اجلت تحصيل الشيكات اللي لينا عند العملاء، مش بس كده، ما طالبتش بعض العملاء اللي لينا عندهم مستحقات. وانت كمان يا فريد بذلت مجهود عالي جدا، ظبطت الموضوع كأن عندنا أزمة مالية. تنوب يعني معرض؟ المعرض الصغير عند اللي خلص لحق. عيب عليك يا جناب، انت أول ما قلت لي أنا اشتغلت بإيدي وسناني عشان وقت التنفيذ نخلص بسرعة. انت عارف ان المعرض ده يسواله حوالي 6 مليون جنيه؟ لا، 5. 5 حلوين، 5 على الحاج. لا 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 لا، 5 كده قليل. لا 5 حلو. اسمع كلامي، 5 حلو. لو قلنا للحاج 5 مليون هيقلق ويشك ويسأل ورانا. هو من امتى بيسأل ورانا؟ معلش خليها علينا المرة دي، خلينا حنينين على الحاج. والنص مليون اللي باقي حلال علينا احنا الاتنين. لا معلش، أنا ما سمعتش كويس. حلال إيه؟ حلال علينا احنا الاتنين. لا مش علينا، حلال عليا. النص مليون ده خلص مخلص بتاعنا لوحدي. انت ايه؟ منشار طالع واكل نازل واكل، ما عندكش ضمير؟ ضمير؟ ما اعرفش. وانا اللي اعرفه ان انا ابنك. ايه يا جنابه في ايه؟ ما انت مظبط نفسك الحمد لله. انا لسه ببدا، لسه شاب صغير. خليني بقى اشوف مستقبلي، الحياه بقت صعبه. هيكون في عونك. النص ارنب بتاعي. عامل ايه مع شهيره بنت منى؟ وادي ستاير العروسه، الف مبروك. اتفضلي يا مدام. امال فين الست راضية؟ معلش مريحه في البيت شويه. طولي حسابي الستاير وبقى سلمني عليها. تسلم ايديكي، الف شكر. كده تمام، مع السلامه. الله يسلمك. والله زمان يا استاذ كمال. الورشة نورت بيك النهارده يا استاذ كمال. طب ده انت ايدك كانت تتلف في حرير زمان في الشغلانه. ايه اللي جرى؟ طب اخلص انت وهو، بلاش جو التطبيل ده واطلعوا بره. يلا سيبوني لوحدي. حاضر يا ريس. ايمو. ايه عامل ايه يا كبير؟ عامل ايه يا رجاله؟ ايه يا حبيب اخوك؟ ايه الاخبار؟ ايه يا عم ما بتجيش الاول ايه؟ لا معلش، اصل كنت بصالح الست الوالده. لا يعني مش هنشوفك الليله على القهوه؟ بصوا انا واخد اجازه من القهوه دي كام يوم كده،